اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع الى واقع المؤتمر الصحفي وماذا قال الكابتن علي ماهر بعد الخساره امام الاهلي برباعيه نظيفه. اول ماتش والحمد لله ان هي جت في بدايه السيزون، يعني طبعا لسه عاملين فرقه جديده، لكن اللعيبه كل اللعيبه اللي موجودين لعيبه كويسه ولعيبه رجاله، وحتى اي نتيجه او اي اخفاق انا اللي بتحمله، يعني كل اللعيبه كانت رجاله جدا، لكن لسه طبعا لسه بدري، انت عارف ده اول ماتش في الدوري وبتلعب النادي الاهلي وجايين من ماتش بطوله، يعني هم اللي عايز اقوله هو ممكن يكون جاهز اكتر درجه عنك، ده احنا اول ماتش رسمي، لكن طبعا ظروف الاحداث الماتش اللي حصل فيها الطرد، احنا في 45 دقيقه ما كانش في حاجه خالص لحد ما الطرد الشوط الاولاني الجون جه في الاخر خالص اخر الماتش، وبعدين نزلت اول تلت ساعه انت بتحاول تجيب جون ويحصل حاله الطرد، طبعا كل يعني الاحداث كلها باينه واضحه يعني، لكن بقول اول ماتش وان شاء الله باذن الله اللي جاي هتلاقيه احسن بكتير، كل حاجه كل زي ما بقول دايما 50 تمرينه غير 500 تمرينه، يعني كل مره موضوع مختلف، عدد المحاضرات تبقى مختلف، كل حاجه بتبقى مختلفه، العدد بيفرق، اللعيبه بتفهم اكتر وبتحفظ اكتر حاجات صغيره، التفاصيل وهي مهمه جدا، التفاصيل يمكن اتكلمت عليها النهارده، المهم الماتشات دي الكبيره دي بتخلص بتفصيله صغيره، وده اللي حصل يعني، تفصيله في جون، تفصيله في انك انت تبقى ماسك لعيب، تفصيله انك انت تعمل يعني تبقى في تهور، يبقى فيها حاله طرد، لكن زي ما بقول في الاخر الحمد لله وماتش نقفله، لكن مهم جدا ان انا ما عدهوش كده، يعني المهم جدا ان انا اتعلم منه، يعني درس لازم تقف عنده وتتعلم منه حاجات كتيره جدا، ونقف ونشتغل عليه، بالعكس هناخد منه حاجات مهمه جدا، حاجه كويسه جدا، يعني ماتش طبعا نتيجه يعني غير الماتش، يعني نتيجه كانت مش 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 فرقتنا، مش فرقه المصري او فرقه الفريق اللي احنا اللي نبقى معانا ويخسر بالشكل ده، لكن بقول وارد جدا في الكوره اول ماتش، ان شاء الله باذن الله نتعلم من الدرس ده، وان شاء الله اللي جاي باذن الله تلاقيه بامر ربنا، ان شاء الله انا متاكد بامر الله، عن ثقه في ربنا باذن الله وفي اللعيبه، واللي جاي مختلف تماما، لكن اي اخفاق او اي حاجه انا دايما متحمل النتيجه بامر الله، لو حد عايز